فحسبناه مثل برص مضروبا من الله ومذللا، جرح لأجل معاصينا وسحق لأجل آثامنا، فتأديب سلامنا عليه وبشطخه شفينا. كلنا ضللنا كالغنم، كل واحد مال إلى طريقه، فألقى الرب عليه إثم كلنا. قدم وهو خاضع ولم يفتح فاه، كشاة سيقى إلى الذبح وكحمل صامت أمام الذين يجزونه ولم يفتح فاه. من الضيق والقضاء أخذ، ومن يصف مولده؟ إنه قد انقطع من أرض الأحياء، ولأجل معصية شعبي أصابته الضربة، فمنح المنافقين بقبره والأغنياء بموته، لأنه لم يصنع جورا ولم يوجد في فمه مكر، والرب رضي أن يسحقه بالعهاد، فإنه إذا جعل نفسه ذبيحة إثم يرى ذرية وتطول أيامه، ومرضاة الرب تنجح على يده. لأجل عناء نفسه يرى ويشبع، وبعلمه يبرر الصديق عبد كثيرين وهو يحمل آثامهم.